تدري من كرهت صدق اول ما شفت التويتر كان يقول فيك تبدي امسك كريبتو امسك كريبتو. دخلت التويتر لقيت شكليات منجرط منها يعني. سبيس؟ لا شكليا منجرط منها اشكاله مطلعين صورهم انه قدمنا ويفتحون سبيسات حلو. يوم دخلت صار اخوياي من سيف نفس الشيء والله قسم بالله يا سيف كنت اشوفه قل يا وكيل ذا بينقل قسم بالله اني كنت اقول اتحدى ينقبل اقسم بالله اقسم بالله طلع حبيب كفو يعني شخصيا كنت نفسك من ناحيه سيف الهاجي كنت نفس الوضع كنت اقول يا اخي تدري ليش؟ تخيلوا ينزل فيديوهات كانها سنابات في تويتر ايش رايك؟ لك في تويتر صورته في تويتر ذو حاجه وجهه حريق والله يوم دخلت شفت الكسلات انا عرفت تشوفون حمد العامر انا ما شفت حمد العامر جاني يرجع بغى يكفخني ومهدي سلم علي مهدي قال حنا يا ولد ازعاج مهدي اللي ما تقبلته اول يومين قال مهدي ايش قومك انت من وين؟ والله قلت ايش قومك انت من وين؟ انا ما له علاقه التصفيات بدات والله ما ادري عن شيء قال يا اخي انا من الجنوب وقد اسحب عليك روح اتكي بزاويه الجاي قال اقول لك انا من الجنوب وانا لا طا يا ليل لا وش يبي؟ قلت انه ايش؟ بثوبه الاخضر تحفه الوكاله طويل العمر من ثاني حمد العامر ناس كريهه شفته مشعل بن علي لا شفته بالتيك توك يوم جربني انا نفس الشيء قاعد اشوف قاعد اقول يا ليه ذا الفكر يا ليه طلع نفسي بكل شيء قسم بالله والله انك نفسي بكل شيء والله قلت يا ليه ذا الفكر واحده عجيان رب المصيبه والله عجيان شفت قلت يا ليه ذا الكفر اللي بيكشخ عين ايوه اكيد انا ما تقب اول ما دخل والله قلت يا ليه اسمع سيف يا ربي سيف اول مره ادخل معه قلت انا الشده يرجع عجزت اتعشى ليه كنت عجز مو كنت لا كنت هضحك طردنا سيف للغرفه اخذ عيش تروح للغرفه لحقته اقعد اقول له يا سيف تكفى انا اضحك على كل اول ما طلعت وجهي وانت جد حلو تلوي ترى ما قاعد نقدم بس شفت بدا بقز ذا انا بقدم على سكريب اكل الجو علينا حلو ابني طلع اللي احلى منه سوى لنا سالفه ترى كنت اخذ راحتي قبل يومين بس في ناس تو جدد احرق الكرب ما العلو خربوا علينا يا اخوي طقم شاري طقم بلف شوي طقم لو يدري ما شاء الله لو دريت بثوبي اخليه ست ايام علي ذبحوني اوكي يعني انت دقيقه يا رب